comes true. حين تتحقق الأحلام. منو منا ما عنده حلم؟ سواء من الطفولة أو في أي مرحلة من حياته، ولكن يحس صعب يتحقق. الأحلام ممكن تتحقق. تعال نرجع أيام الابتدائية، لما كانت مدرستي الفنية كل درس تريدنا نرسم تفاحة، شجرة، كلش كلش كوخ وشجرة. نهاية الدرس تيجي تلقاني راسمة مدينة كاملة. طبعا ما أدري ليش بنهاية الدرس كنت دائما أترزل، بس لما أرجع للبيت أكون فرحانة كلش. ماما تعلق لوحاتي على حائط، بس كنت أتمنى لو هالحائط يكون كبير وتشوف لوحاتي كوم وناس. مرت الأيام، مرت سنين، ولقيت نفسي بقسم هندسة الاتصالات. صفنت ويا نفسي، زناني جابني هنا، يعني جاب الرسم على الاتصالات. قررت إنه حول لقسم المعماري. لما انسحبت من قسم هندسة الاتصالات، لقيت مقاعد هندسة المعماري كلها محجوزة. بس الحمد لله والشكر، الله هدى طالبة بآخر لحظة وانسحبت من قسم المعماري حتى يكون هذا مكاني. كملت دراستي الهندسة المعمارية. كنت دائما أخذ قصة من تاريخ العراق العظيم، أحولها إلى لوحة فنية مثل ألف ليلة وليلة. لما أخذت شهرزاد وشهريار وحولتها إلى لوحة، بحيث جردت حركة شهرزاد إلى وقفة للمرأة لما تقص قصة معينة في الليالي. خليت شكل القمر والقوس اللي هو من تراث البغدادي، حولتها إلى نتاج معماري مدروس وظيفياً، وهي كلية الفنون التشكيلية. طبعاً خلال سفري لبعض بلدان العالم اطلعت على ثقافاتهم، شفت الشعوب شلون تهتم بتاريخها وشخصياتها التاريخية، تجسدها مشاريع فنية، مشاريع تجارية، مسرحية، درامية، سياحية. لما رجعت للعراق ولما قلبت التاريخ، شفته زاخر بكثير من الأحداث والشخصيات المهمة، منها نبوخذ نصر، منها جلجامش، منها ملكتنا الآشورية سميرميس. سميرميس شدتني قوتها وإنجازاتها العظيمة، أوحت لي برسم لوحة فنية تحكي أسطورة هذه الملكة العظيمة. تبدأ الأسطورة اللي تغيب عن مسامع كثير من عندنا بالفيضان الذي اجتاح نهر الفرات، حتى ظهرت سمكتين تدفعان بيضة على جرف النهر. لما وصلت البيضة إلى جرف النهر احتضنتها مجموعة من الحمائم، وحتى احتضنتها حتى وجدها مجموعة من المزارعين، ربوها حتى كبرت وشبت لأحلى ما تكون عليه النساء، ودارت بها الدنيا حتى وصلت لعرش المملكة الآشورية لتحكم العراق وبعظمة لمدة 40 سنة. استوحيت من هذه القصة مشروعي إعادة إعمار جزيرة الأعراس، اللي هي مثل ملكتنا، رغم روعتها عانت من إهمال شديد بالسنوات الأخيرة. فأوحت لي حركة خروج السمكتين من النهر إلى فندق سياحي 5 نجوم، ورسوا البيضة إلى جرف النهر مدينة الألعاب المائية، واحتضان الحمائم لهذه البيضة لمجمع ثقافي ترفيهي اجتماعي. وخروج هذه الطفلة الجميلة من هذه البيضة إلى مسرح خارجي للطفل وحديقة للألعاب. أما مرحلة شباب سميرميس ومركز للشباب، إضافة إلى نادي للزوارق. وبالنسبة لإنجازاتها على الصعيد العمراني، فاستوحيت منها مجموعة من الشاليهات مختلفة المقاييس لخدمة السياح،
وعلى الناحية على الصعيد الاجتماعي قاعة متعددة الأغراض. فها هي الآن أمامكم جزيرة الأعراس بحلة سميرة ميس. لهنا أقدر أقول حلم الطفولة تحقق. إذن الأحلام ممكن تتحقق، فخلني يأس ولا نستسلم للظروف مهما كانت صعبة، لأن حنحقق بالأخير أحلامنا، لأن إحنا حفيدات سميرة ميس.